حلقة نهاية الأسبوع. ضيفتنا النهاردة الوزيرة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وهتطلق معنا لأول مرة آخر إعلان وأحدث إعلان الذي لم نره من قبل لمحمد صلاح، النجم الكرة محمد صلاح، نجم نادي روما، وفي حملة أنت أقوى من المخدرات، الحملة اللي شارك فيها محمد صلاح والفنان محمد رمضان. والحقيقة بشكرهم شكرا جزيلا، لأنه ده دور مهم جدا للفنانين وللقدوة وللاعبي الكرة وكل الرياضيين، إن هم يساهموا في هذه الحملة. ده مهم جدا، حملة توعية مهمة. هنتكلم مع غادة عن هذه الحملة مع الوزيرة غادة والي، وأيضا هنتكلم على تكافل وكرامة، واحد من أهم المشروعات وأهم الحقيقة الدعم النقدي المشروط اللي بتنفذه الدولة. وأنا لما كنت في واشنطن الحقيقة سمعت إشادات واسعة جدا من البنك الدولي ومن صندوق النقد الدولي بهذا البرنامج. دكتورة غادة والي أو الوزيرة غادة والي هتكون معانا في النصف الثاني من هذه الحلقة، وهنشوف لأول مرة إعلان محمد صلاح الجديد. وأنا سعيدة إن إحنا أول ناس هنذيع هذا الإعلان. كان أوريدي ابتدت إعلانات توعية يعني تبقى على الشاشة، لكن ده إعلان جديد هنذيعه عندنا هنا فقط في هنا العاصمة لأول مرة.